بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبداية يسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم باسم التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار، والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار. يسعدني أن أرفع التهنئة لمقام مولانا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولعموم الشعب الأردني الوفي لوطنه وقيادته، وإلى كافة نشام القوات المسلحة الأردنية حماة سياج الوطن والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن البلد واستقراره، والكوادر الطبية العاملة في المملكة. ولا يفوتني أن أشيد بجهود الدولة الأردنية على كافة الصعد، وخاصة في مواجهتها الصلبة لجائحة كورونا، وهي جهود أشاد بها القاسي والداني حتى صارت بلدنا مضرب مثل لدى كل دول وشعوب العالم. لما لا ونحن في بلدي أبي الحسين الحريص كل الحرص على استقرار الأردن وراحة شعبه. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أننا في الأردن نمتلك نعمة كبيرة تفتقدها كثير من البلدان، ألا وهي نعمة الأمن والأمان التي نعيشها ونفاخر بها أمام العالم. كما نسجل اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة ودورها في إرساء قواعد المحبة والعيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد، وسعيها الدائم لترسيخ مبدأ الإخاء والتسامح، مجددين العهد كذلك بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك وجهوده الدؤوبة بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة، والتزامه الأمين في التمسك بالوصاية الهاشمية على تلك المقدسات، سائلين الله أن يحفظ الأردن ملكاً ووطناً وشعباً، وأن يعيد هذه المناسبة والأردن أكثر تقدماً ورفعة وازدهاراً. وكل عام وأنتم بألف خير. أهلاً بكم، نستهل نشرتنا بأبرز العناوين. المطران كريستوفوروس يزور بلدة معين ويلتقي شيوخ ووجهاء المنطقة. عودة اجتماعات فرق الشبيبة الأسبوعية لمختلف فئات الرعاية. قداس احتفالي لمنح المناولة الأولى لعدد من الأطفال في بيت لحم. وفيها أيضاً الخدمات الرعوية في المراكز المسيحية ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. من العناوين إلى التفاصيل. زار سيادة المطران كريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بلدة معين بمحافظة مادبا، حيث كان في استقبال سيادته والوفد المرافق عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة. وفي بداية اللقاء الذي ساده روح التآخي والمحبة، رحب الشيخ صقر أبو وندي بسيادة المطران وضيوفه الكرام في بلدتهم معين وقال: إن زيارتكم المباركة لمعين ستبقى في فكري وذاكرة جميع الحاضرين من مسلمين ومسيحيين. ثم قدم سيادة المطران للشيخ أبو وندي هدية تذكارية هي عبارة عن لوحة حجرية تحوي قبة مسجد الصخرة مع قبة كنيسة القيامة، وهي تعبير عن لحمة العلاقات المسيحية الإسلامية المتجذرة عبر التاريخ في الأراضي المقدسة. ومن جانبه عبر سيادته عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارته لبلدة معين ولقاء أهلها الذين يجسدون فعلا المعنى الحقيقي للمحبة والعيش المشترك لأبناء الوطن الواحد في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة. وفي نهاية اللقاء دعا سيادته جميع الحضور لزيارة كنيسة القديس جورجيوس وسط مدينة مادبا لكي يتجدد اللقاء بالأحبة من جديد. أعلنت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في المملكة عن موافقة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن على عودة اجتماعات فرق الشبيبة الأسبوعية لمختلف الرعاية لفئات الإعدادي والثانوي والجامعية والعاملة بعدد محدود ووفق شروط الوقاية والسلامة العامة،
وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي بين الأعضاء وعدم المصافحة والتقبيل وارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي وعدم إقامة الأنشطة الصيفية المعتادة ومخيمات المبيت وعدم السماح كذلك بإقامة اجتماعات البراعم والتشجيع على استخدام تطبيق أمان لجميع المسؤولين والأعضاء. أيها الأخوة والأخوات، بعد توقف طويل نسبيا منذ شهر أذار الماضي تعود لقاءات الكشافة والشبيبة إلى عهدها السابق، وأعني النشاطات الأسبوعية وليس المخيمات الصيفية، مع مراعاة التحفظات التي تصدر عن وزارة الصحة. هنالك ثمن محاذير كتبت وعممت، منها المحافظة على التباعد الاجتماعي وهو متر ونصف بين كل شخص وشخص. يفضل القيام بالنشاطات في الساحة العامة لأنها تتسع لعدد أكثر من الشباب. يفضل أو ممنوع المعانقة والمصافحة، ويجب وضع الكمامات وأيضا تعقيم اليدين. هنالك أيضا توصية بعدم استعمال الأوراق، إنما استعمال المواد الإلكترونية، وإلى آخره من التحفظات والمحاذير اللي أوصت بها وما زالت توصي وزارة الصحة. نحن نشكر الله على أن الأردن بقي سالما رغم أن الدول المجاورة قد أصيبت بالعدوى بأعداد هائلة، بفضل توصيات وزارة الصحة اليومية وتطبيق التعليمات من خلال الأجهزة الأمنية والطواقم الصحية. الأردن يتعافى وأصبح منخفض الخطورة، ونشكر الله على هذه النعمة، ونصلي من أجل شفاء العالم كله من هذا الوباء الفتاك. وأتمنى للجميع نشاطات جميلة في هذه الفترة. أنهى المونسنيور دكتور يأنس لحظي جيد مدته القانونية كسكرتير أول لقداسة البابا فرانسيس، وأول سكرتير شخصي من الشرق الأوسط في تاريخ الأحبار البابويين. والأب الدكتور جيد هو كاهن قبطي كاثوليكي عمل ما يقارب من 8 سنوات في أمانة سر دولة الفاتيكان. ويعد الأب يؤنس من أكثر المقربين من قداسة البابا فرانسيس ووصلة الربط بين قداسته والشرق الأوسط، ويعتبر بجدارة مؤسس القسم العربي في الفاتيكان المختص بترجمة جميع تعاليم وعظات ولقاءات وكتابات قداسة البابا. وقد لقبه الموقع الرسمي لمشيخة الأزهر بمهندس العلاقات الإسلامية المسيحية والعلاقات بين الفاتيكان والدول العربية، تقديراً لمجهوداته ولدوره البارز في إحياء ودعم الحوار الإسلامي المسيحي، والتي تكللت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل قداسة البابا فرانسيس وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بأبوظبي العام الماضي. مكتب نورسات الأردن يتمنى للمونسنيور جيد خدمة جديدة موفقة ببركة ورعاية الرب. الخدمات الرعوية في المراكز المسيحية كانت مدار نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حيث تركز الحوار خلال اتصال هاتفي مع ضيوف البرنامج الأب هشام شمالي من المركز اليسوعي في عمان، والأستاذ المحامي عمر الزرو رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية، والسيد منذر النعمات أمين عام جمعية دار الكتاب المقدس، والسيدة لينا مسيح من سيدات لجنة المحبة على الخدمات المقدمة من تلك المراكز الروحية منها والخيرية، ولا سيما في زمن جائحة كورونا، حيث تحولت تلك المراكز إلى مناطق خدماتية، وذلك في دعم الشرائح الأقل حظاً وخاصة فئة عمال المياومة. فإلى هناك. أساساً كخدمات، أساساً جيت وكان في دورات بدلية عم بتم مع الأستاذ رائد خوري. عم بحكي عنها لأنه هي بدلية، ولكن بنفس الوقت في لها طابع روحي، لأنه دايما في إضاءة روحية بيكون بختام التعليم. وإلى جانب الدورات البدلية هالسنة جربت أطلق
ستارت اب يعني هيك اطلق كذا شغله رح احكي عنهم باقتضاب بليز. مثلا تهيئه للاعياد المسيحيه الاساسيه منها عيد الميلاد وعيد الفصح، دخلت سلسله لقاءات 5 أو 6 أسابيع قبل العيد، وهيدي اللقاءات طعنا لقاءات روحيه في لها كمان جوانب لاهوتيه، طعنا بتهيئه المؤمنين للاعياد الكبيره. وتوجت هيدي اللقاءات 5 أو 6 لقاءات قبل العيد، كان كل يوم 3 المساء، توجت برياضه روحيه من 3 أيام عملناها خارج الدير، خارج المركز يعني. نعم. وهي الرياضة الروحية على الطريقة الإغناطية مثل ما كان يعمل أبونا هانس الله يرحمه، اللي هي 3 أيام برا صمت كامل مع تأمل بالكتاب المقدس مع مرافقة روحية، وهيدا الليل يسوعيين هن موكلين من قبل الكنيسة إنه يقوموا فيه. نعم. والأعداد أبونا الأعداد كانت طبعا مشان الجائحة الأعداد قليلة بدها تكون. نعم، هيدا على الميلاد مثلا. نعم. نحن عملنا الرياضة الروحية، كان تقريبا في عنا 12 شخص، هاي رياضات روحية صامتة. عيد الميلاد عفوا أبونا على المقاطعة، عيد الميلاد. نعم. يعني 2019. نعم، عم بحكي على كل السنة يعني. إيه؟ من أول ما جيت، أنا جيت بشهر 9 2019. نعم. هلأ في دورات التعليمية عم بيكون فيها أكثر من 30 شخص كل أسبوع. اللقاءات تهيئة للعيد كان في تقريبا بين 25 و 28 شخص كل أسبوع يعني بهالحدود. هلأ طبعا مع جائحة كورونا اضطرينا أنه قسم من اللقاءات ينعمل عبر الكمبيوتر أو عبر الانترنت. نعم. والرياضة الروحية اللي هي 3 أيام توج اللقاءات، هيدي اضطرينا نلغيها لأنه كان فيها تجمع خارج الدائرة، وهيدا كان شيء ممنوع. YMCA جوردن هي من أقدم الجمعيات المسيحية أو ذات الصفة المسيحية المسجلة في الأردن. إحنا مسجلين تابعين لوزارة التنمية الاجتماعية. انبثقت من جمعية شبان المسيحية المسجلة في القدس بداية. نعم. طبعا جمعية شبان من أي سنة أنتم موجودين بالأردن؟ بالأردن مسجلين بال83. نعم. كانت جمعية شبان المسيحية القدس تمثل الضفة الشرقية والضفة الغربية بعد فك الارتباط، وطبعا دولة الاحتلال سجلوا جمعية شبان المسيحية بالقدس، وطبعا غير مقبولة ما احنا لازم نكون تابعين كلنا لمجلس الكنائس الأعلى بجنيف. نعم. جمعية شبان المسيحية، فطبعا في خلافات مع جمعية شبان المسيحية اللي سجلتها دولة الاحتلال، ولكن هن عم بحاولوا يأخذوا الطابع انهم جمعية خيرية ومسيحية، ولكن مش هذا الواقع. ولكن هذا مش موضوعنا. احنا سجلت بالأردن ب83، وكانت بالتعاون مع جمعية النهضة الأرثوذكسية، وكان مشكور وقتها الدكتور روف أبو جابر الله يرحمه، كان متبرع بقطعة أرض وانبنى عليها مركز مشترك كان اسمه المركز العربي للخدمات الاجتماعية، وهذا المركز كان يضم الجمعيتين، ولكن مع الوقت وتوسع نشاطات جمعية شبان المسيحية في الأردن صفى جمعية شبان المسيحية تملك كامل المركز، صفى قطعة الأرض تملكها جمعية شبان المسيحية، وطبعا بموجب اتفاقية وتفاهم مع جمعية النهضة، وانطلقت من يعني هذا الحكي تقريبا بآخر التسعينات. نعم. اول 2000 صفى الارض وما عليها كله ملك لجمعيه شبان المسيحيه. حلو. جمعيه شبان المسيحيه بالاردن مثل ما ذكرت هي جمعيه مسجله في وزاره التنميه الاجتماعيه. كان التوجه السابق انه نبني مقر يكون فيه فاسيليتيز لاعضاء الجمعيه، اعضاء الهيئه العامه والاعضاء المنتسبين. عندنا بحدود 1500 شخص منتسب بنتفعوا من الخدمات الموجودة على أرض الواقع. يعني إحنا كمان إذا الكنائس عندها برامج إحنا بنقدر نتعاون معها بالبرامج. يمكن الدنيا خلينا نقول تغيرت كمان قبل الكورونا وبعد الكورونا، ومجلس الإدارة بالجمعية توجهه
ياما البرامج يعني بالاخر البرامج هي بتتعدل وبتتطور وتمشي مع احتياجات الوضع بالبلاد عنا، مع احتياجات الناس، مع احتياجات الشبيبه، مع الاطفال، فبيكون فلكسبل. ف احنا هلا عم بنبني خلينا نقول البيت الخارجي والستراكشر عشان نبدا نعبي فيه الفراغات من الشباب والمتطوعين والمسؤولين والمهتمين، حتى كمان اليه الاستحصال على التبرعات، على الدعم، على الافكار، كله بده يكون محطوط عشان ما نبدا بنص الطريق نلاقي حالنا والله اوكي طيب هلا ما في دعم، هلا ما في عنا اليه نقدر نشوف فيها المحتاجين. ما يعني بده يكون شوي ستراكشر متكامل. طبعا اكيد نبيل كورونا دكتورة بتعرف هذا ظرف كان طارئ وعلى الجميع بالعالم وبالأردن هون. نعم. وكدار كتاب مقدس صراحة على طول حاولنا نتفاعل ونتعامل مع الظرف اللي موجود، وكان تفاعلنا بعدة طرق. أول شيء تفاعلنا فيه أنه حولنا برامجنا لأونلاين بحيث أنه صار في عندنا تدريبات و سيمينارز أو ويبينارز أو حتى محاضرات من خلال الزوم كول أو حتى أي تكنولوجيا تانية على الفيسبوك والسوشيال ميديا تطبيقات. فعملنا دورة على سبيل المثال للخطاب والمتزوجين. حلو. وكان تعرفي بالذات حساسية الموقف للخطاب اللي كانوا مضطرين انه يأجلوا او حتى دخلوا شوية في ارتباك كيف بدهم يتعاملوا مع الطرف. نعم. بنفس الوقت عملنا برنامج للصدمات النفسية تروما هيلينج. نعم. فبرضو عملنا عدة برامج اونلاين حتى نساعد الناس في هذا الظرف وبهذا الوضع، وزائد حتى يعني ببرامجنا المعتادة، يعني كملنا برامجنا المعتادة لكن من خلال السوشيال ميديا والبرامج الأونلاين. ساعدنا من خلال طلبة المدارس والجامعات لأنه كثير ناس تعثرت عليهم الأقساط وتعثرت مداخيلهم، فبالتالي تراكم عليهم أقساط دراسية. فحاولنا كمان خلال الفترة الماضية نحاول أنه نساعد قدر الإمكان. هلا اللي بدي ألفت الانتباه إلى أنه إحنا كدار كتاب مقدس مش هيئة للإغاثة أو للمساعدات الإنسانية بالأصل. نعم. زي ما بتعرف دكتورة وأبونا. نعم. دار كتاب مقدس هي جزء من الاتحاد العالمي لجمعية كتاب مقدس، واللي هي منتشرة تقريبا في 200 منطقة من خلال 157 مكتب، ثالث هيئة في العالم بعد هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر. نعم. ولكن تخصصنا بالدرجة الأولى هو ما يعنى بالكتاب المقدس من ترجمته للغات الحديثة وطباعته وتوزيعه. نعم. وبنفس الوقت إحنا يعني كاتحاد عالم جمعية الكتاب المقدس بنحاول نكون بأي دولة نتواجد فيها أنها بتتعامل مع ظروف الدولة واحتياجاتها، ففي برامج تضاف كبرامج تطوير تنمية، برامج إغاثة، ولكن هاي البرامج تعتبر برامج إضافية. فالمساعدات الإنسانية اللي بتقدمها دار الكتاب المقدس بالأردن هي برامج إضافية على دورها الرئيسي. يعني مجموعة ستات يعني كلنا اجتمعنا على المحبة زي ما حكيتي. هدفنا بس إنه نخدم الرعية، نخدم الناس المحتاجين، نساعد مع الكنيسة بالخدمة يعني. نعم. فإحنا عملنا تحت مظلة مطرانية روم الأرثوذكس. نعم. برعاية سيدنا خريستوفروس. صار لنا شي 18 سنة بهذا المجال. هدفنا يعني كل شوي بتغير هدفنا على حسب الحاجة اللي عم تطلع لنا من حسب الظروف الاجتماعية اللي عم بتمر فيها. كنا بالأول كتير مركزين على الأطفال. نعم. على الدراسة والعمليات والأشياء الطبية اللي ممكن يحتاجوها. نعم. بس هلأ عم تتغير الحاجات
عم بتصير أكثر، في مشاكل صارت أصعب من هذا الحكي، فعم نحاول نقسم مجهودنا بين كل الحاجات الرعوية اللي بتحتاجها الكنيسة أو رعيتنا. ما ننسى إنه بقول لك أعطني لعشوركم وجربوني يقول الرب. الوصية الوحيدة اللي تطلب منا الله إنه نجربه فيها هي وقت اللي منعطي، فإحنا يعني تحدانا وقالنا جربوني، فياريت إنه الناس تحاول تجرب وتعطي وتشوف لذة العطاء قد ايه بينعكس عليهم بالفرح وبالسلام وبكل إشي بحياتهم، وساعتها ما بيعود بيننا ولا واحد محتاج. نعم، هي الغبطة في العطاء أكثر من الغبطة في الأخذ. يعني هو العطاء لازم، يعني من هون بنحكي إنه لازم فضيلة العطاء إن نزرعها بأطفالنا بأولادنا. يعني لما بالضبط، لأنه لما بتعمل هاي الأعمال إنه يكون الأطفال كمان اللي أولادنا يعني إنهم يشوفوا أكيد. فبتنزرع في طفولتهم. وحضرتك يعني أنت من عائلة زرعت فيك هالبذرة يعني، والوالد الله يرحمه معروف الله يعني. يخليك الله يخليك بس هاي بدها تجربة. أقول لك نعم. في كتير ناس ما كانوا يحسوا إنه كأنه حدا يأخذ منا إشي. وقت اللي جربوا وشافوا إنه قوى السماوات والأرض انفتحت لهم حسوا بهذا الحكي. الغبطة يعني أعظم بالسعادة. إشي أكثر من هيك بالزبط. فأنا بترجى كل واحد عن جد يجرب، لو بأشياء بسيطة، لو يقيم حجر من الشارع هذا عطاء كمان طبعا. فلس الأرملة بالنهاية كل واحد بإمكانياته. 100% حكى لهم يسوع أنتوا أعطيتوا أقل ما عندكم، أما هذه الأرملة فأعطت كل ما عندها، أعطت كل ما تملك. 100% متفقين. فهي شغل مش بالمبلغ. لو حتى يعني شاف واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة ساعده أنه يوصل لبيته بيكون عمل عمل عظيم يعني. خلال استضافتها على برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، تحدثت الدكتورة ريم أبو دلبوح رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مجلس النواب عن دور المرأة النائب في مجال التشريع والرقابة، مبينة أن لجنة المرأة هي على تواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وقد حققت العضوات من خلال وجودها في مجلس النواب المكان الأفضل للمرأة في جميع المجالات. كما تناولت النائب أبو دلبوح العديد من القضايا في هذا الحوار. كم لدينا من القوانين التي عدلت لصالح المرأة الأردنية؟ عندما نتكلم عن قانون العمل الأردني، لقانون الضمان الاجتماعي، للأحوال الشخصية المؤقتة عندما أقر أخيرا، إلى قانون العمل الأردني وتضمن كثير من المضامين المهمة، نظام العمل المرن، وأيضا فيما يتعلق في المستوى في الأجور. يعني التطورات اللي عندنا في الأردن في التطور التشريعي أيضا متسارعة، إقرار قانون حماية من العنف الأسري إلى جانب الذراع المؤسسي دور الحماية من العنف الأسري مثلا. فهذه الحمد لله هذه التشريعات ووجود التعديلات المتسارعة والاستجابة السريعة، يعني هذه أكيد تمكن المرأة الأردنية وتعطيها يعني أكيد المكانة دائما أفضل. وكما ذكرت في بداية حديثي أنه هذه لوجود دائما التوجيهات الملكية السامية لتعزيز مكانة المرأة في كل شأن من شؤون الحياة والمشاركة في العمل البناء الوطني، اللي إحنا دائما لدينا قناعة أنه لن يعني البناء الوطني هو بناء بتلتقي فيه سواعد أبناء وبنات الوطن، فهي يعني ناحية مهمة جدا حتى أنه يكون دائما الوطن إن شاء الله الأمثل والأعلى. الهم المشترك، العمل الوطني الصادق يجمعنا الأخوة الأخ المسلم والمسيحي في محافظة المفرق، دائما نحن في الحسن الجوار في العمل الوطني، في العمل السياسي، في مشاركة في الهموم، في يجمعنا محبة الوطن وأنه نعمل مع بعض لأجل الوطن. صحيح. اجتمعنا في مجال التربية والتعليم في مدارسنا عندما يعني درسنا في المدارس الروم الكاثوليك، وأيضا وكان لدينا يعني تاريخ مشترك، هذا التاريخ الحضاري، التاريخ يعني تاريخ الأردن، تاريخ المحبة والتآخي، العيش المشترك. وأنا بشكرك يعني سعادة الأب نبيل من خلالكم أنتم كمان دوركم الرائع ودوركم الوطني في تأسيس دائما هذه مبادئ السلام وهذا مبادئ العيش المشترك. الأردن يعيش هذه الحالة، هذا الوضع الطبيعي للأردن صراحة.
نحن في مركز الوطن لحقوق الإنسان في هذه اللجنة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، عندما كان يأتينا ملاحظة معينة ويعني ونعمل توصية بجانب معين فيما يتعلق في مثلا المعاقين أو فيما يتعلق في موضوع الصحة في أي جانب معين أو فيما يتعلق في المرأة، فكان إذن هناك عمل صراحة شمولي ومتكامل واستجابة للرسائل التي تصل من قبلنا نحن كلجنة المرأة أو الأكثر المرأة النيابية أو الأكثر عرضة للانتهاك في مجال المرأة العاملة، في مجال أبناء الأردنيات عندما أيضا استفادوا فيما يتعلق بمظلة الضمان الاجتماعي. إذن هي كانت أمور تراتبية، عملية شاملة متكاملة قادها جلالة الملكة معظم، وجه أنه نحن أمام مسؤولية أهم شيء صحة الأردنيين، ونحن التقى طبعا أكيد نحن عندما يعني نطلع بمسؤولياتنا في لجنة الأكثر عرضة الانتهاك أو في لجنة المرأة النيابية في مجلس النواب أو في المركز الوطني لحقوق الإنسان، عملنا بناء على هذه أيضا التوجيهات المحافظة على صحة الجميع، عندما كانت تأتينا أي ملاحظة معينة أي توصية معينة أي جانب نتواصل مع الحكومة أو مع الأجهزة المعنية، ويعني تكون هناك لدينا اقتراحات تدارسات مع من هو صاحب الاقتراح، من هو يعاني بجانب معين، فهنا هون كان يعني صراحة هذا كان الجو الوطني الأردني في تلك المرحلة. الحمد لله إن شاء الله إنه تعديناها يعني بخير، كان لدينا جميعا إيمان وقوة من الجميع إرادة إنه نتخطى هذه المرحلة، وهذا لا يأتي إلا بالعمل الخالص، وأكيد يعني والوصول إلى مرحلة الصفر كانت إنه إرادة قوية من أيضا من قبل المواطن الأردني، وبنشكر يعني ساعات الأبنبيل من خلال هذا المنبر الحر، يعني أول شيء طبعا على رأس الجلال سيدنا وجميع الأجهزة الأمنية وأيضا الصحة ومن هم موجودين الممرضات والقطاع الصحي وأيضا والحكومة يعني وكل من عمل في هذا الجانب، وأيضا والمؤسسات الدينية كان لهم دور كبير ساعات الأبنبيل في يعني في التوعية في هذا الموضوع ولخطورة وباء كورونا وعدم التواصل والابتعاد، كان جانب يعني مهم جدا، فإن شاء الله إنه ما بنلتقي إلا على خير وهذه الأزمة نتعدها أكيد إن شاء الله. في قداس إلهي مهيب ترأسه الأب علاء مشربش وعاونه الأب جوزيف سويس، احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي بعمان بعيد القديسين يوكيم وحنة والدي مريم العذراء، وهو عيد رهبنة بنات القديسة حنة اللواتي يخدمن الرعية في عمان، وهذا العيد هو مناسبة سنوية يجددن به الراهبات نذورهن أمام مذبح الرب عربون حب وسلام والتزام في سلك الرهبنة بكل قوانينها. وقدم الأب مشربش في عظة القداس موفور الشكر وجزيل المودة لتلك الخدمة المميزة التي تقدمها الأخوات الراهبات في الرعية. وفي ختام القداس تبادل الحضور التهاني مع الأخوات الراهبات والأباء الكهنة شاكرين الله على جزيل نعمتي وحسن عطاياه. والجدير بالذكر أن الرهبنة تأسست من قبل الطوبوية أنا روزا، حيث تقوم رسالتها على الاقتداء بالمسيح في سر فقره من خلال روحانية فقراء الله بعون القديسة حنة والدة مريم العذراء، كما من خلال التدريس والتربية وفي الخدمة الرعوية. وتميزت الأم روزا بأن وجهت عمل الرهبنة نحو خدمة الفقراء والمحتاجين والمرضى وبمعنى آخر لأعمال الرحمة الجسدية والروحية. لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أعلنت الحكومة الفلسطينية إغلاقاً شاملاً في الأراضي الفلسطينية لأول يومين في عيد الأضحى، وسمحت الحكومة بأداء صلاة العيد في الساحات العامة ومنع التنقل بين المحافظات واستمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الوقاية والسلامة العامة. كما تضمن القرار منع إقامة التجمعات والأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات. وفي سياق آخر وبحضور عدد محدود من أهالي الأطفال والمؤمنين، ترأس قدس الأب رامي عساكري الفرنسيسكاني كاهن رعية القديسة كاترينا في مدينة بيت لحم قداسا إلهيا بمناسبة منح المناولة الأولى في زمن جائحة كورونا لعدد من أطفال الرعية في المحافظة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وثبت فيه. احتفلت رعية القديسة كاترينا الرعوية في بيت لحم بمنح المناولة الأولى لعدد من أطفال الرعية في كنيسة القديس فرانسيس، وذلك بحضور عدد قليل من ذوي المتقدمين للمناولة الأولى، حيث اقتصر الحضور على والدي وإخوة المتقدم فقط،
وفق شروط الوقاية والتباعد داخل الكنيسة. ترأس الأب عماد الكامل والأب رامي عسكرية والأب لويس الخوري قداسا احتفاليا لمنح المناولة الأولى برغم الإغلاقات وتماشيا مع الظروف السائدة بسبب جائحة كورونا. وقد عبر الأطفال عن فرحتهم لارتدائهم الثوب الأبيض ونيلهم المناولة الأولى لأول مرة، إضافة إلى فرحة الأهالي برغم الظروف الراهنة وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس يوميا في فلسطين عامة وفي بيت لحم خاصة، ألا إن المناولة الأولى سر التجدد في حياة الأطفال طالبي هذه النعمة. مجتمعين اليوم وفرحانين كتير في كنيسة ماري فرانسيس، هالكنيسة الحلوة الأثرية، يعني ضمن سلسلة احتفالات كتيرة لأطفال الرعية أول مناولة والتثبيت اللي بسبب الكورونا اضطرينا نقسمهم لمجموعات صغيرة مقتصر الحضور بس على الأب والأم والإجبين في حالة التثبيت لحتى نقدر نخلي أولادنا ياخدوا النعمة وما يتحرموا من نعمة القربان المقدس ومن نعمة حلول الروح القدس عليهم برغم من الظروف الصعبة اللي احنا فيها. فصرنا أسبوع بنحتفل وبعد معنا كمان أسبوع كمان، وهذا جو كتير حلو في الأولاد بيتعرفوا أكتر على السر فيهم، كلهم بيشاركوا في القداس، في روح فرح حلوة كتير لأنه ما أحوج الناس فهي الظروف الصعبة اللي جت بسبب الكورونا إنه بالفعل يعيشوا لحظات فرح ويحتفلوا لأن الكل مضغوط والكل محشور في البيوت. فهيو بنجتمع وبنحتفل في جو إيمان وجو الكنيسة، نشكر ربنا على كل نعمه وعطاياه، بنشكر من أجل هالأولاد الحلوين اللي هم مستقبل الكنيسة، بنصلي لهم لحتى أهلهم يكونوا دايما ليهم بمثابة مساعدين دايما لوصولهم لله، وبنشكر دايما نور سات الأردن اللي دايما حاضرة في نشاطاتنا ودايما بتكون معنا. اليوم ابني حنا عمل أول مناولة، هاي أول فرحة إلنا للعيلة لأنه هو الكبير وأخذ سر القربان، نحن كتير مبسوطين وإن شاء الله يكون اليوم السنة هاي خير على الجميع. إحنا اليوم احتفلنا بسر أول مناولة بس كان لـ 20 طفل بس مش أكتر، بس إحنا لأنه إحنا بشكل عام إحنا عندنا تقريبا أكتر من 100 طفل بس قسمناهم على 5 أيام لأنه منقدرش بهذه الفترة هاي إنه يكون عندنا عدد كبير مجتمع كتير بالكنيسة، عشان هيك إحنا اتصلنا بالعائلات عائلة عائلة وطلبنا منهم إذا بحبوا إنه يعملوا الأولاد يشاركوا في هذه الفترة الأول مناولة، وكلهم حبوا وحبوا الفكرة إنه يكونوا مقسمين عشان ما يكونش في أعداد كبيرة بالكنيسة. أنا اليوم كتير مبسوطة لأنه اليوم فالنتينا عملت القربان وكتير مميز هذا اليوم لأنه أول فرحة لإلنا. هاي السنة كانت سنة مميزة تختلف عن كل السنين بخصوص جائحة الكورونا، بس في شيء أخذوا الأولاد أكتر ولإلنا كمان إنه نركز على الأمور الأساسية على جسد ودم المسيح، وشفنا إنه الأولاد كتير متشوقين لهالسر، نحنا ما خليناهم يستنوا أكتر من هيك لأنه بيسألونا كانوا كل يوم إمتى بدنا ناخد يسوع، من هيك اضطرنا إنه نقسم الأولاد اللي هني من أصل 120 إجا 100 ولكن قسمناهم لخمس مرات، كل مرة نحط 25 أو 20 ولد حسب ما يكونوا الظروف، ويكون شيء مهم إنه نركز مش بس على الزينة وعلى الاحتفالات وعلى كل شيء، لا كان تركيزنا إنه يفهم الولد شو عم بيعمل ويفهم معنى السر. وهيك اليوم كان الاحتفال للمجموعة الثالثة
وبعد عنا كمان مجموعتين، ونشكر الله انه كل اولاد مبسوطين والاهل مبسوطين وحسوا حالهم مجموعه صغيره مهتم فيهم اكثر. نشكر الله وان شاء الله السنين القادمه تكون الظروف احسن من هيك ونكون نحن تعلمنا انه نركز على الاهم. يعتبر سر الإفخارستية غذاء روحيا اساسيا في حياه كل مسيحي، فهؤلاء الاطفال سيتقربون لاول مره من سر القربان المقدس، والذين سيبدأون من اليوم التعود على تناول خبز السماء، وهي نقلة نوعية في حياتهم كمسيحيين، وأن يتغذوا به روحيا ويتقووا فيه. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة مار فرانسيس بيت لحم. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة التنظيم المدني هيثم مستو أنه لا يوجد ما يمنع الأردنيين والمقيمين في الأردن من السفر إلى أي دولة أيا كان تصنيفها، موضحا أن كل دولة في العالم تضع شروطا للدخول إليها في ظل جائحة كورونا، وأضاف أنه يحق للأردنيين أو المقيمين السفر إلى أي دولة سواء كان تصنيفها خضراء أو صفراء أو حمراء، لكن ضمن شروط تلك الدول. وبيّن مستو أن السفر إلى خارج المملكة يكون على مسؤولية الأشخاص المغادرين، كما يعتمد على توفر الطيران إلى الدول المتوجهين إليها. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المطران خريستوفوروس يزور بلدة معين ويلتقي شيوخ ووجهاء المنطقة. عودة اجتماعات فرق الشبيبة الأسبوعية لمختلف فئات الرعاية. النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح ضيفة برنامج عين على المشرق. الخدمات الرعوية في المراكز المسيحية ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.